عندنا اليوم سيدنا الوالي عملية إيجاز الشبكات المختلفة. شرعنا في جملة من المشاريع إن شاء الله ابتداء من 17 أكتوبر إلى البرنامج على 1 نوفمبر، وستستمر لعدة أسابيع إن شاء الله في إطار إنطلاق مشاريع اللي أول مرة نشاهدوا بأن جل المشاريع سواء كانت في القطاع أو في عن طريق البلدية في مختلف المصادر تطلق في عامها في سنة 2024. الحمد لله اليوم أطلقنا العديد من المشاريع، منها سكنات اجتماعية 180 سكن اجتماعي LPL سكن عمومي اجتماعي، كذلك أطلقنا عدة ملعبين جواريين بحر الحكمة اللي كان مطلب أساسي للساكنة هناك، أطلقنا المشروع الهام اللي كان مطلب تاع الساكنة تحيه 665 في الحكمة، طرقات بمبلغ هام جدا يفوق 42 مليار سنتيم، بالإضافة إلى بعض النقاط السوداء التي كنت تعرفها على إحياء المدينة.